آخر معلومة، ومع الأسف أخشى ويخشى الزملاء في الإعداد اللي عدوا هذه الفقرة ونخشى جميعا من حدوثها. كلام على لسان الصحفي الصهيوني المقرب من دوائر صنع القرار في الكيان الصهيوني، بالإضافة إلى دوائر صنع القرار في الخليج العربي. بتكلم بطبيعة الحال عن إيدي كوهين. إيدي كوهين اللي كتب وبشر أو قبل أيام بانقلاب في تونس، النهاردة من جديد بيكتب ويقول الخبر اليقين من كوهين: انقلاب ثاني في تونس الخضراء بعد أشهر. بي بي سي ورؤساء وروسيا اليوم جهزوا المقابلة كي تسألوني كيف عرفت كما سألتموني عن انقلاب حمزة أخو ملك الهاشمي. كالعادة إيدي كوهين يتنبأ بانقلابات، زي ما حصل في المحاولة الانقلابية اللي حصلت في الأردن قبل 3 شهور، تنبأ أيضا بها إيدي كوهين قبلها بأيام، وتنبأ أيضا بالانقلاب العسكري أو الانقلاب الناعم الدستوري في تونس قبلها بأيام، وتنبأ بحوادث جسام في المنطقة العربية. إيدي كوهين مع الأسف يتنبأ الآن بانقلاب جديد خلال أشهر نتمنى ألا يحدث في تونس الخضراء، وتظل تونس هي الثورة، والإجابة تظل كما كانت هي تونس.